إن شاء الله إن شاء الله. أكيد أنه بعد جزء المقابلات اللي كانوا تنظن المجهود فيهم لا البدني ولا الذهني كان يعني عالي جدا، أكيد أنه تنفكروا في تدوير يعني الفريق على أنه كل لاعب يتحمل يعني جزء من 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 المسؤولية في جميع المقابلات. يمكن الملاحظة اللي كانت أساسية في المقابلة الأولى والثانية هو أنه دائما كنا تنقوم يعني بخمسة ديال التغييرات اللي هي متاحة بالنسبة لنا، وهذا داخل في إطار أنه ندوروا الفريق من ناحية، ومن ناحية ثانية هو أننا نعطيو فرصة للاعبين كلهم يلعبوا ويتحملوا المسؤولية ويبذلوا تاهما المجهود ويكونوا جاهزين، لأنه بالمشاركة ديالهم تاهما كأنك يعني تجهزهم للمقابلات اللي ممكن المقابلة تكون حاسمة. الكل تعرف أنه في مثل هاد المباريات هذه أو في المشاركات يعني في هاد البطولات ما تنعرفوش التشكيل اللي كيبدا، يمكن نعرفوا التشكيل اللي كيبدا ولكن ما كنعرفوش التشكيل اللي غادي ينهي المسابقة، وبالتالي خاص الكل يكون جاهز. إن شاء الله سيكون هناك تدوير للاعبين. الحمد لله هو انه البركاوي اليوم كانت عنده اخر حصه مع دكتور اخصائي ديال النوروفيزيولوجي والنوروبسيكولوجي. اليوم سمح لي على انه يشارك، اليوم غيشارك مع الفريق، وان شاء الله غدا غادي يكون في دكه الاحتياط موجود ويمكن يشارك. حنا غنشوفوا اليوم على حسب يعني النهايه ديال التمرين واش غادي يكون يعني كاساسي او لا غادي يكون في دكه الاحتياط، وممكن انه ياخذ حتى هو ويتحمل كيف ما بدا كأساسي في المقابلة الأولى، يمكن حتى هو يكون حاضر ويتحمل حتى هو القسط ديالو من المسؤولية، لأنه لاعب اللي هو مسؤول، لاعب كبير، لاعب ممكن يعطينا الإضافة الهجومية. اللي كنتمنى هو أنه اللاعبين ديالنا كلهم يكونوا حاضرين، واللي تحت له أنه الفرصة على أنه يكون حاضر ومسؤول ويؤدي بشكل جيد في مصلحة الفريق يعني بكامله. شكرا على هذا الدعم المعنوي والاعتراف المعنوي بالنسبة للفريق ككل. أنا أظن ومن بين الصعوبات التي يجدها كل مدرب هو كيف يحضر لكل مقابلة خاصة من ناحية الذهنية، وهي يعني هذاك الاندفاع والحضور الذهني من ناحية التركيز والاندفاع والمجهود البدني إلى غير ذلك. أنا أظن أنه التحضير لمثل هذه المسابقات لا يأتي يعني قبل أسبوع فقط، ولكن ربما احنا وأنا تكلمت عليه في آخر يعني خروج ديالي إعلامي قبل يومين، على أنه التحضير وتسطير الأهداف كان منذ تقريبا واحد الفترة ديال 19 شهور، وحنا نتكلم على الهدف الأسمى وهو أننا يعني ننافس والذهاب لأبعد النقطة. الآن وتكلمنا عليه يمكن اليوم الصبح يعني في الاجتماع ديالنا، واتفقنا على انه المقابله الاولى والثانيه فقط يمثلان جوج ديال الخطوات اللي هي الخطوه الاولى والثانيه، يعني متبقي خطوه ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه، وبالتالي احنا في المجموعه ديالنا الكل عارف على انه الهدف يعني من المشاركه ليس فقط فوز بمقابله او لجوج المقابلات، ولكن الوصول للمباراه النهائيه، وهذا متفق عليه، ونحن بصفتنا يعني المسؤول يعني الاول فاحنا نذكر به يعني باستمرار سواء في التدريب او في الاجتماعات. الحمد لله على انه التشكيل اللي هو موجود الان يعني مع المنتخب ويمثل يعني الكره المغربيه هو تشكيل يعني من اللاعبين اول حاجه انهم مسؤولين، لاعبين مسؤولون ويتحملون المسؤوليه، لاعبين محترمون جدا ويسمتوا يجتهدون لمصلحه اول حاجه للفريق يعني ككل، ومن خلال يعني هذه الالتزامات يعني داخل الفريق فيبرز يعني كل مقابله يعني يبرز يعني نجم او ثلاث او اربع او خمس نجوم، ولو انه في خلال هذه الاول مباراتين انا اظن ان اللاعبين كلهم كانوا نجوم، حتى من الاحتياطيين لما دخلوا ادوا بشكل جيد وسجلوا وخلقوا فرص وخلقوا يمكن واستطاعوا ان يحصلوا على ضربات يعني جزاء. أنا أظن هذه المسؤولية هذه يمكن نجحنا في اختيار اللاعبين المسؤولين. كنتمنى وهذا ما يكونش ربما غرور بالنسبة للمجموعة ديالنا هو أنه تكتفي بهذا الأداء الجيد اللي كان في المقابلة الثانية، ولكن كيف ما تكلمت على أنه الهدف ديالنا هو يعني المضي قدما والمنافسة لأبعد النقطة إن شاء الله. هو الأساس هو في تحديد يعني الأهداف، وحنا تكلمنا عليه في اجتماع كان يعني قبل ما نوصلوا يعني لهذا المؤتمر، وكان بالأساس ديالو هو أنه الهدف ديالنا الأسمى هو الخطوة السادسة اللي هي المباراة النهائية. أنا بالنسبة لي اللاعبين اللي موجودون الآن مع المنتخب ويمثلوا المنتخب تنظن أنه الفوز في جوج المقابلات تنظن بالنسبة لهم شيء عادي جدا، باعتبار أن أنا كنعتبرهم لأنهم لاعبين كبار، وتيخص يكون الطموح ديالهم أكبر.
حنا الطموح ديالنا والطموح ديالي شخصيا والتقنيين اللي هما موجودين، ولا الطموح ديال الاتحاد المغربي، الطموح اللي هو كبير، ليس فقط انك تفوز في مقابله او لجوج المقابلات او ثلاثه المقابلات، ولكن انك تؤدي بشكل جيد وانك تمشي لابعد نقطه، خاصه وانه انك تجمع مثل هاد الاسماء وهاد اللاعبين. يمكن ما تحلناش فرصه اخرى، يمكن بعد سنه او لا سنتين ما عرفناش فوقاش غتنظم بطوله مثل هاد المقابلات مثل هاد البطوله، ولكن انا تنظن انه بالنسبه للمجموعه ديالنا ديال اللاعبين هذه فرصه نظن تاريخيه، باعتبار انه هناك يعني هناك تحريك، يعني واحد 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 الجيش اعلامي كبير جدا الذي يغطي هذه البطوله، وهذا من النقط الايجابيه وفي مصلحه اللاعب، لانه متابع يعني في كل صغيره وكبيره، في المردود ديالو، في التعامل ديالو، في الاحترام ديالو للاخرين. نحن نستفيد يعني من هذه الملاعب اللي هي مونديالية، وهذا فرصه بالنسبه لنا حنا نحضروا فيها كاطر تقنيه، ولاعبين حتى هما تيخصهم انهم يستغلوا الفرصه على اساس انهم يبينوا احسن ما عندهم في هذه الظروف اللي هي جيده، سواء ديال الملاعب، سواء ديال التنظيم، سواء ديال الاقامه. انا تنظن هذه كلها محفزات اللي المفروض انه اللاعب ما ينزلش يدو عند الخطوه الاولى او الثانيه، ولكن خاصو يمشي حتى لابعد نقطه. بالنسبه للمباراه السعوديه، مباراه مهمه بالنسبه لنا، مباراه تاكيد، نحاول اننا نفرض بثلاث نقاط، وان شاء الله نتمنى ان نفوزوا بثلاث نقاط لتعزيز الصداره. اول شيء احنا لا نخشى اي فريق، نحترم جميع الفرق. منتخب السعودي كنعرفوا شخصيا، لعبت مع عندي لاعبين كيلعبوا معايا في الفريق. منتخب كيتميز بالسرعه في صغار السن ديالهم، كنظن ان اكو كان معاهم ثلاث لاعبين ولا اربع لاعبين عندهم تجربه، كان غادي يمشي في هذه المنافسه بعيد، وكنتمنى لهم التوفيق. الأجواء الحمد لله أنه أجواء يعني أظن أنها صحية، وأجواء مسؤولة داخل اللاعبين، داخل المجموعة ديال التشكيل ديال اللاعبين. يعني اللي كنتمنى هو أنه تستمر يعني هذه الأجواء يعني الطيبة، وهذا التعاون والتفاهم اللي كاين داخل يعني البعثة كلها ديالنا. آخر مباراة إن شاء الله انا متفائل، لانه اللاعبين كلهم مسؤولون، وحنا نسهر دائما على خلق هذه الاجواء اللي تتكون اجواء اللي هي مربحه للكل، مربحه للكل، سواء الكره المغربيه، الجمهور المغربي، واللاعبين انفسهم، ولا يعني المسؤولين ولا التقنيين. انا اظن صحيح انه تغيير نحن اشتغلنا قبل الوصول لهنا، اشتغلنا على المنتخب الاول، احنا كنا يعني انه المنتخب الاول اللي كيشارك في التصفيات، ربما هو الذي سيشارك. مع الاسف كانت هناك تغيير واحد مجموعه من الاسماء، لكن الأهم في مثل هذه المسابقات، وأنا دائما ما أؤكد عليه يعني بشكل كبير ومتكرر، هو أنه كيف سيكون لاعب المنتخب المغربي، كيف سيكون تصرفنا أمام منتخب، كيف ما بغى تكون القيمة ديالو، كيف ما بغى يكون اللاعبين اللي ممكن أنهم يشاركوا. صحيح أنه شفنا يعني الملخص للمقابلات، المقابلة الأولى والثانية هذا الصباح، واللي هو اكيد هو انه منتخب كاين امكانيات تقنيه، امكانيات بدنيه، كانت سرعه، كاين انضباط تكتيكي خاصه يعني في الهجوم في المرتدات، كاين الامكانيات يعني تقنيه اللي ممكن انها تخلق لنا مشاكل، وبالتالي فانا انتظر رده فعل اللاعبين ديال هذا المنتخب، على اساس انه كيف ما قلت انه نحن حاضرون للمشاركه للاستفاده من جميع المقابلات، ولما أنت تريد أن تستفيد من المقابلة يجب أن تلعبها 1000%، يعني من ناحية التقنية والتكتيكية والبدنية والذهنية، حتى تستفيد من الخصم وتستفيد من التكتيك اللي حضره يعني المدرب ديال الفريق الخصم. نحن نتوقع مقابلة قوية، وإن شاء الله سنستفيد منها بشكل تقني جيد. شكرا أستاذ عبد العزيز. أنا قضيت مع السد يعني 4 سنوات كلاعب، وتقريبا أكثر من 4 سنوات كمدرب، وطبعا أنا تنشكر أول حاجة إدارة نادي السد من كبيرها إلى صغيرها. وأنا فقط للذكر أنه أول يوم أمس تلقيت هدايا تيشيرتات للعائلة كلها مطبوعة بالاسم من مدير الفريق محمد غلام، وهذا دائما يعني لا يخفى على نادي السد، لأنه دائما يتابع يعني اللاعبون والمدربون الذين يدربوه، ومتواصل معه بشكل يعني كبير جدا، وإن شاء الله أتمنى كل التوفيق لنادي السد، ودائما يعني متابع نادي السد. نعم.
بالنسبة للجماهير المغربية، كنوجه اليوم التحية من هذا المنبر الجماهير اللي شغوفة بكرة القدم. المساندة ديالهم كتكون في أي دولة، في أي مدينة. كنبغي نقول لهم أزروا الفريق ديالكم وصبروا عليه، وإن شاء الله يكون غير الخير إن شاء الله. وطبعا يعني المشاركة القيمة ليست فقط يعني بالحضور أو بالمستوى التقني ديال اللاعبين ديالنا، ولكن حتى بالنشاط وبالحضور المميز للجماهير المغربية، الذي أتمنى صراحة أن تكون حاضرة يعني بكثرة طيلة يعني تواجدنا يعني في هذه المسابقة. ونحن نحييها ونشكرها على هذا الدعم المعنوي الذي تقدمه لمنتخبها، لأنها الجمهور واللاعبين كله يعني فريق واحد. بالنسبة للعملود، مع الأسف أنه ربما سيتأخر يعني الظهور ديالو مع الفريق، على حسب أنه يحتاج لفترة أكثر يعني للاستشفاء، وبالتالي أظن ستكون هناك صعوبات كثيرة يعني في رجوعه ضمن الفريق. بالنسبة للسؤال الثاني، نحن يعني حضورنا لكل مقابلة من أجل يعني التعلم ومن أجل الاستفادة، وبالتالي فهو غير مسموح لنا يعني ككرة مغربية ولا حتى يعني للمنتخب السعودي على أننا نلعب مقابلة باردة. يعني لإنجاح هذه البطولة للاستفادة تقنيا وتكتيكيا وبدنيا وذهنيا، يجب علينا أن نلعب يعني المقابلة باندفاع جيد، بحضور جيد، يعني بتكتيك يعني جيد، وبتطبيق يعني جيد يعني 100%. وبالتالي احنا حاضرين للبحث على 3 نقاط وللاستفادة. الأول هو ليس الفوز يعني بالخصوص، وحنا تكلمنا عليه يمكن قبل في الندوة الأولى والثانية، ليس فقط الفوز، ولكن لتقديم مؤشرات ديال الفوز لهذوك لي زانديكاتور دو بيرفورمانس، نقدمهم بشكل جيد سواء هجوميا أو دفاعيا، والنتيجة دائما ما تأتي من خلال هذه المؤشرات ديال النجاح أو ديال المردود يعني الطيب والجيد. أول شيء هذا ضغط إيجابي، جميع اللاعبين اللي عندنا لعبوا كيف ما كنقولوا إحنا باللغة ديالنا، لعبوا الكرة، كيعرفوا بعضياتهم. إحنا كناخدوا مباراة بمباراة، كيف ما كتشوف المباراة الأولى دخلناها خدينا فيها 3 نقاط، المباراة الثانية كذلك، حتى المباراة الثالثة كنفكر بمقابلة. وبالنسبة ليا كنشوف كيرشحونا بأننا ناخذوا الكأس، بطبيعة الحال جينا هنا باش ناخذوا الكأس، ما جيناش باش المشاركة، ونتمنى يتأتى لنا ذلك. القوة ديالنا هي قوة في الانسجام ديالنا وفي التعليمات اللي كنطبقوها، اللي كيقول لنا المدرب كيطبقوها اللاعبين بالحرف الواحد. عندنا لاعبين اللي كيف ما نقول لك اللي عندهم فهمتي واحد النضج كروي، ونتمنى اننا نمشيو بعيد في هذه المسابقه. صحيح، وانا تكلمت عليه يعني اكثر من مره، هو انه الحضور ديالنا هنايا للمنافسه وللتعلم والاستفاده يعني من القيمه ديال التباري، وبالتالي احنا يعني ناخذ كل مقابله بالجديه المطلوبه. وطبعا يمكن الانسجام اللي داخل الفريق تنظن هو نابع يعني من الإرادة ديال كل لاعب على أساس أنه يقدم الأفضل، لا فرديا ولا جماعيا، ومن خلال يمكن فريق يعني متجانس متكامل، الكل يعني تلقى هذيك القوة ديالته داخل الفريق، وهذا شيء طيب بالنسبة للمجموعة ديالتنا. لحد الساعة طبعا يعني ترشيح المنتخب على أنه يفوز، أنا اليوم يمكن احنا نجحنا في جوج الخطوات، يعني لا أعرف يعني الخطوة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة واش نوصلوا لها، هل سنؤدي بنفس يعني الأداء وبنفس الطريقة وبنفس الجدية، الله أعلم. وهذا هو الهاجس الذي يكون دائما عند المدرب، هو أنه كيف يحضر لكل مقابلة، كيف يخلق هذاك الحماس وهذاك الحضور الذهني أولا، اللي هو الأساس ديال التطبيق يعني لا البدني ولا التقني ولا التكتيكي. أول حاجة مبروك لنا صحفي مغربي، مبروك لنا جميعا في التأهل. بالنسبة للضغوطات ديال العروض اللاعبين، كنظن أن جميع اللاعبين عندهم العقود ديالهم، كيحترموا العقود ديالهم. كنتمنى الخير لجميع اللاعبين اللي معايا، ونتمنى أن يقدموا المزيد، وفي نهاية المطاف إلا خدينا الكأس إن شاء الله، غادي تكون عروض وغادي تكون عندهم امتيازات بزاف، شخصية ولا
ولا جماعية، ونتمنى جميع اللاعبين اللي كيلعبوا في المغرب أنهم يقدموا واحد مستوى عالي باش يخرجوا إن شاء الله محترفوا. هو صحيح أن هناك تغطية يعني موسعة إعلامية مكثفة، وهذا شيء طيب بالنسبة لهذه البطولة ولنجاح ولضمان يعني نجاح هذه البطولة. يمكن اللاعبون كلهم اللي كيشاركوا في هذه البطولة يعني محظوظون يعني بتواجد هذه التغطية في الجزئية ديالها، واللي هو إيجابي فيها هو أنه يجب أن تستغل لصالح اللاعب، يعني هذه فرصة أمام كل لاعب أن يؤدي بشكل جيد وأنه يطور نفسه يعني من ناحية ديال تحصيل عقود يعني مميزة، عقود يعني مادية، وهذا هو المبتغى، هو أنه اللاعب من ناحية ديالو الشخصية يعني هو لدوك الموتيفاسيون انترانسيكت اللي هي الإرادية ديالته، هو أنه يحظى يعني بحب الناس والكلام الطيب اللي عليه وكذا وكذا، ولكن من ناحية أخرى هو أنه لما تيكون تدخل واحد السوق اللي فيها تغطية إعلامية فخصو يبرز من ناحية أنه دي تحسين الوضع ديالو المالي بالخصوص، وربما حتى الكروي، لأنه لا انتقل من نادي شوية متوسط لنادي ربما أفضل، عنده مدربين أحسن، يمكن تلعب بطولات خارجية أفضل، فهو تحسن حتى المردود ديالو يعني التقني والتكتيكي. نحن نتعامل مع هذه الأمور يعني بالجدية الكافية، وأنا أظن ما يميز يمكن اللاعبين ديالنا ولا المنتخب ديالنا هو أنه في يعني حماية كل لاعب فهو في إطار الجماعة، يعني هذاك المردود الجماعي هو اللي كيحمي كل لاعب، هو اللي كيخلي اللاعب على أنه يبرز على أنه لاعب كبير. والآن لا يخفى على الجميع لأنه الناس اللي كيتبعوا اللاعبين، لا أندية ولا دوك الوكلاء اللاعبون أو لا أو فالناس صبحات كتفهم شي شوية في الكرة، يعني ذاك اللاعب اللي تيكون أناني يعني لا يساوي شيء بالنسبة لي أنا واحد اللي هو تقني. اللاعب اللي تيكون منسجم داخل الفريق اللي كيتعاون مع الزملاء ديالو سواء اللي من ديالو اللي على اليسار للقدام للور على حسب الخطوط الذي يتعاون بشكل جيد هو اللاعب اللي هو يعني مطلوب يعني القيمة ديالته. وأنا أظن أنه اللاعب خاصو يفهم على أساس أنه يطور يعني المستوى ويبرز يعني فرديا في داخل واحد القالب اللي هو جماعي واللي هو كيحميه وكيخليه دائما أنه يكون في الأمان. سي خليل أنا لا أتفق معك، هذاك علاش ضحكت؟ لأنه الفريق ديالنا دافع بشكل جيد، ولهذا فالخصوم لا في المقابلة الأولى والثانية ما وصلوش يعني بشكل واضح للمرمى ديالنا. علاش؟ لأنه كان هناك عمل يتبدأ من المهاجمين واللاعبين الوسط والهجوم، هذاك علاش ما كانتش يعني خطورة، وهذا يحسب للفريق ككل من في شقه الدفاعي. صراحه اللاعبين وحنا اشتغلنا عليه يعني مرارا وتكرارا على اساس انه الكل يساهم في الهجوم والكل يساهم في الدفاع، وهذا اللي خلى ديال الفريق ديالنا انه لم يتلقى لحد الساعه يعني الشباك ديالو نظيفه، وحتى يعني هذيك الفرص اللي كتكون حقيقيه صراحه انس زنيتي لم يختبر يعني بشكل واضح ومباشر. تنتمنى انه هاد الوتيره ديال المسؤوليه الدفاعيه للفريق ككل انها تمشي بنفس الصيغه وبنفس في هاد الوتيره هذه على اساس انه الكل مسؤول على الدفاع على الشباك ديالو تبقى نظيفه ان شاء الله. Thank you.